هل تتخيلوا ان الطفل الجميل ده هو يبقى يوسف داود؟ اكيد طبعا بتستغربوا، لكن تعالوا نشوفوا بقى ايه صورته في شبابه. هل تتخيلوا ان دي صورته في شبابه؟ يشبه مين؟ يشبه المغني الامريكي الوسيم جدا إلفيس بريزلي. طبعا كلكم بتستغربوا دلوقتي، وهتستغربوا اكتر لما تشوفوا قصة حياته والمواقف اللي مر بيها. حاجة مش هتقدروا تقفلوا الفيديو إلا لما تخلصوه للآخر. في أحد المواقع الحصينة للجيش المصري بعد نكسة 67، تمركزت كتيبة من الكتائب خلف خطوط العدو. في هذه الكتيبة جندي مجند اسمه يوسف، طويل القامة، عريض الجسد، وسيم الشكل، يضحك دائما ويعاون أي دفعة، اللي هي معناها زميل بالمصطلح المتعارف عليه بين الجنود، ويقف بجواره ويساعده ويجلس بجوار هذا ويمشي مع هذا، يحب الجميع ويحبه الجميع. الكتيبة تعسكر في موقعها بعد حرب أكتوبر وانتصار العبور الذي أعاد الأرض. وفي يوم جمعة ذهب كل من في المعسكر لتأدية الصلاة باستثناء من يقفون يحرسون الموقع. العساكر تتوافد للمسجد الصغير الموجود داخل المكان، راديو صغير يخرج منه صوت الشيخ محمد رفعت، حيث يقرأ آيات من القرآن قبل الأذان. الأفراد والضباط يتوافدون للصلاة. الشيخ رفعت انتهى من قرآن الجمعة. عسكري من الجنود بعدما انتهى من ركعتين كان قد أداهما قام فأغلق الراديو وانتظر من يصعد للمنبر لخطبة الجمعة. مر الوقت سريعا، المصلون ينظرون بعضهم لبعض وعيونهم تسأل من الخطيب الذي سيصعد لخطبة الجمعة. الدقائق تمر، العيون تنظر، وفي الأمام جندي يمسك بيده الميكروفون وينتظر من يصعد للمنبر حتى ينادي هو على الصلاة بالأذان. كان أغلب من في الكتيبة يعرفون حلاوة صوت يوسف وثقافته وقدرته على الكلام. نظرت له عيون بعض الزملاء بجواره تدعوه لإلقاء الخطبة. هو يبتسم ولا يعرف ماذا يفعل. بعد قليل قرر أن يتصدى للخطبة ويصعد للمنبر، وقد كان بهدوء يحسد عليه. تحرك وسط المصلين حتى وصل للمنبر الصغير، صعد الدرج القليل حتى وصل إلى منتهاه، ألقى التحية على الحضور، أقام جندي نداء الصلاة، وبعدها بدأ يوسف خطبة الجمعة. تكلم عن الصدق والتضامن بين أبناء الوطن والتماسك والوحدة التي تجعل الوطن قويا. في هذه اللحظة دخل قائد الكتيبة ليصلي، كان قد تأخر بعض الوقت. من على باب المسجد أصابه الذهول، من هذا الذي يخطب على المنبر؟ القائد تحول ذهوله إلى دهشة والدهشة إلى حيرة. جاء من خلف المصلين ويوسف ما زال يتحدث ببلاغة وثقة وفكر وقول. القائد ما زال يتقدم، اقترب من الخطيب يوسف داود. يوسف رآه وعرف ماذا يدور في ذهنه، فهو الشخص الوحيد في الكتيبة الذي يعرف أنه مسيحي. القائد نظر له وقال له انزل يا يوسف، قالها وهو يبتسم. المصلون لا يعرفون شيئا، الموقف تأزم. بهدوء ترك يوسف مكانه وتحرك حتى وقف أمام القائد وقال أنا قلت أنقذ الموقف يا فندم. رد القائد وهو يضحك وانت ايه اللي دخلك الجامع اصلا؟ يبتسم يوسف ويقول لا اعرف، لكن هذا هو الذي حدث. من الخلف ياتي صوت احد المصلين ويقول موعد الصلاه يا فندم، اوشك على الانتهاء. نظر له القائد وقال حاضر، ثم قال اتفضل يا يوسف انتظرني عند مكتبي حتى نفرغ نحن من صلاه الجمعه. في مكتب القائد وقف يوسف يتكلم والقائد يستمع، وبعد دقائق قال له يا يوسف أنا عارف إنك طيب وإن عقلك وقلبك متعلق بالله بصرف النظر عن الديانة، وأعرف أيضا حبك لتقمص الشخصيات، لكن يجب ألا يصل هذا إلى تقمصك لدور خطيب وتصعد لتخطب في المصلين وأنت مسيحي؟
يبتسم يوسف ويرد: عندك حق يا فندم، أوعدك مش هتتكرر. نظره القائد وقال: موعد أجازتك غدا، أليس كذلك؟ رد: نعم. رد القائد: أنت محروم من هذه الأجازة عقابا لك على ما فعلته، مع تأكيد على حسن نيتك. تفضل يا عسكري، نفذ الأوامر. يتحرك يوسف من أمامه، بعدها أدى التحية العسكرية وهو يبتسم ويقول: تمام يا فندم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف داود، الذي ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 60. عمل مهندسا في البداية، ولكن بعد ذلك تفرغ للفن، وكانت بداية يوسف داود في مسرحية زقاق المدق، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح، لتصل إلى أكثر من 100 عمل. تخيلوا 100 عمل، مشوار طويل. شارك يوسف داود في أفلام كراكون في الشارع، والنمر والأنثى، والسادة الرجال، الإرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، كلها أفلام جميلة. أنا مع الراحل عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، هما الاثنين. وأنا مع الزعيم عادل إمام في أحد المسرحيات، مصطفى متولي. مع محمد صبحي ولبلبة ومنتصر بالله. مع زكية زكريا اللي هو إبراهيم نصر. مع رجاء الجداوي الله يرحمه، كان فنان جميل. وكشفت دينا ابنة الفنان الراحل يوسف داود عن بعض المواقف في حياة أبيها من خلال لقاء متلفز، وأكدت دينا أن والدها لم يبتعد عن الهندسة، وأنه في إحدى المرات كانت هناك مشكلة في الكهرباء بفيلا الزعيم عادل إمام في العجمي، وقت عرض إحدى المسرحيات التي تجمعهما هناك، وقام هو بحلها، وكان دائما يحب أن يجلس مع والدها للعب الطاولة، وكان حظ والدها جيدا ودوما يكسب الزعيم عادل إمام. دي دينا في اللقاء على DMC، وهي كشفت علاقته بعادل إمام، كان بيلعب معاه الطاولة، كان دايما بيكسب، لكن الزعيم ما سكتش. وخلال تصريحاتها التلفزيونية استرجعت دينا ما حدث في يوم من الأيام، حيث ظل الثنائي يلعبان الطاولة في الصباح، وتفوق والدها على عادل إمام في اللعب طوال اليوم، وهو ما تسبب في انتقام الزعيم منه على المسرح أثناء تقديم إحدى المسرحيات التي جمعتهما معا. طبعا الزعيم مشهور بسخريته اللاذعة. وقالت دينا ابنة يوسف داود أن والدها امتدت فترة خدمته العسكرية لأكثر من 7 سنوات، حيث كانت البلاد في حالة حرب. وفقا لما ذكرته دينا ابنة الفنان يوسف داود، كان صوته في المنزل عاليا للغاية، وهو ما أثر على قدرتهم السمعية في المنزل. وأشارت ابنة يوسف داود أنهم حاولوا كثيرا علاج هذا الأمر لدى والدهم، لكنهم فشلوا في النهاية، حيث ظل صوته مرتفعا للغاية. وقالت أنهم فشلوا في علاج صوته، فهو في المنزل أيضا كان صوته مرتفعا حتى أنه أثر على سماعه. وعن فترة مرضيه قالت دينا أن والدها علم أنه مريض بالفشل الكلوي في عام 2004، وكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع، ورغم ذلك كان يتحامل على نفسه ويشارك في تصوير الأعمال السينمائية. وتوفي الفنان الراحل يوسف داود فجر يوم الأحد الـ 24 من يونيو عام 2012 بعد صراع مع المرض، وكان عمره حين ذاك 74 سنة الله يرحمه. وأقيمت جنازة الفنان الراحل يوسف داود عن عمر الناس 74 سنة، وسط غياب ملحوظ للوسط الفني، وذلك في كنيسة المرقصية بمحطة الرمل بالإسكندرية، وسط أسرته التي تتكون من زوجته مارجريت داود وابنته دينا داود وابنه وأقاربه. هنا دي مراته وبنته
وده صور من أثناء الجنازة، كان في غياب تام للفنانين، دي بنته طبعا متأثرة يوميها الله يرحمه، وهنا الكاهن بيا عزي مراته وبنته. دي مراته اللي على اليمين وبنته جنبها، وهنا دي صور نادرة ليه في شبابه، كان وسيم عريض المنكبين طويل، مراته صور ليهم مع بعض. غياب الفنانين عن جنازة الفنان الكوميدي الراحل يوسف داود كان أمرا ملحوظا، جعل البعض ينتقدهم ويتهمهم بعدم الوفاء، إلا أن معظم الفنانين برروا غيابهم بإقامة الجنازة في مدينة الإسكندرية، ولذلك لم يستطيعوا المشاركة فيها. وفي المقابل شهدت مراسم العزاء التي أقيمت في القاهرة حضورا كبيرا للفنانين، وكانت يسرى من أوائل الحاضرات، وتحدثت مع أسرة الفنان الراحل عن ذكريات عديدة جمعتها به، كما حضرت إلهام شاهين بصحبة هالة صدقي التي اندهش الحضور من ارتدائها ملابس ملونة لا سوداء كما هو العرف في مراسم العزاء، إلا أن هالة صدقي اعتذرت وبررت موقفها بأنها لم تكن تعلم بموعد العزاء قبلها بوقت كاف لتغير ملابسها، وأنها جاءت من التصوير للعزاء مباشرة، وهو ما تقبله الجميع بصدر رحب. وعلى كرسي متحرك حضر المنتج سمير خفاجة وبجواره محمد أبو داود، واستقبلته إلهام شاهين وهالة صدقي ورجاء الجداوي بالترحاب. هنشوف الصور ديت دلوقتي. وبعدها حضر نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور والفنان هاني رمزي ولطفي لبيب وأسار الحكيم وسميرة عبد العزيز ونهال عنبر وأميرة العيدي. هنا يسرى أثناء العزاء، ودي رجاء الجداوي بتعزي ابنه، وهنا هالة صدقي كانت جاية من التصوير عشان كده ملحقتش تغير ملابسها. سمير خفاجة على كرسي متحرك بيعزي ابنه، ورجاء الجداوي مع سمير خفاجة، وإلهام شاهين، الكل كان متأثر لرحيله، سمير عبد العزيز ويسرى والأب بطرس دانيال، نهال عنبر، إلهام شاهين. هاني رمزي ورجاء الجداوي. وقد كرم المركز الكاثوليكي للسينما برعاية الأب بطرس دانيال مدير المركز الفنان يوسف داود، حيث أهدوه درع المركز أثناء الاحتفال الذي أقاموه له داخل المستشفى بحضور أسرته وعدد كبير من الفنانين. أما عن نقابة الممثلين فلم تقصر في حق الفنان يوسف داود، فقد عرض عليه أشرف عبد الغفور العلاج في أي مستشفى يختاره، لكنه فضل العلاج على نفقة مهنته الأولى حيث عمل مهندسا للكهرباء في بداية حياته. هنا أشرف عبد الغفور في العزاء يعزي ابن يوسف داود، وهنا هالة صدقي ومحمد أبو داود وأشرف عبد الغفور ومحمد وفيق في العزاء. ربنا يرحم الفنان يوسف داود. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا.